الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، شابي الحزين، كنت قد سألتكم أين هي تلك الثروة، والآن أسألكم من يضربكم ويا شابي العزيز، ومن يختطفكم ويقتلكم ويضعكم في السجون؟ قولوا لي من كسر أبوابكم، ومن روع نساءكم وشيوخكم، من أطلق عليكم الغازات المسيلة للدموع، فاختنق صغيركم وكبيركم، وتأزم مريضكم، من لوث الماء الذي تشربون، من أطلق الأفاعي في مدينتكم، من اختطف كل النشطاء السياسيين في الحسيمة والريف؟ أريد جوابا منكم شعبي العزيز، لأن في الحقيقة من يترأس تلك المؤسسات القضائية والعسكرية هو المسؤول الأول. وإنك يا شعبي العزيز تعلم يقينا من يختطف الثروات، ومن يهرب تلك الثروات، ومن يستفيد منها. شعبي العزيز، إنك تعيش الفقر والظلم، تعيش الجهل واليأس، كل شبابك يحلم بالهروب من الوطن العزيز. شعبي العزيز، إن اليوم يوم 30 يوليوز هو عيد للعرش، ولكننا نعتبر عيدا للذل لكل المغاربة الذين رضوا بهذا الذل، الذين يركعون لنا ويؤدون طقوس الذل والبيعة لجلالتنا. أعترف لكم مباشرة شابي الحزين أنني شاذ جنسيا، وأنني أهرب الثروة، وهذا شأني لا شأن لكم به، وكل من يطالبني بحقوقه سأطالب بسجنه واختطافه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.